السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العمالة الأجنبية والبطالة في العراق. مشاهدينا، ننتظر مشاركات حضراتكم من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتس آب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام. في تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي، أكد أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 16%. وبحسب موقع World Statistics فإن العراق بات ثالث أكثر دولة في العالم من حيث عدد العاطلين عن العمل والأول عربيا. استنادا أيضا إلى تقرير صدر عن البنك الدولي فإن نسبة العاطلين عن العمل بين فئة الشباب في العراق تجاوزت 36%، وهي أرقام مرعبة تقدر بالملايين من المواطنين العراقيين. مشكلة البطالة مشاهدينا الكرام في العراق تتفاقم عاما بعد آخر، فبحسب تقرير لمنظمة World University Service فإن نحو 700,000 شاب عراقي يدخلون سوق العمل سنويا ويواجهون تحديات كبيرة في الحصول على فرص عمل. أزمة البطالة تتفاقم في العراق وأسبابها كثيرة، فربما واحدة من أبرز الأسباب التي ظهرت على الساحة العراقية بشكل واضح مؤخرا ألا وهي العمالة الأجنبية، التي تقدر أعدادها بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأكثر من 1,000,000 عامل أجنبي في العراق. وفي تصريح سابق لوزير العمل أحمد الأسدي وهو عضو في الإطار التنسيقي فإن عدد العمال الأجانب الذين يملكون ترخيصا رسميا في العراق لا يتجاوز أكثر من 160,000 عامل أجنبي، في حين يتخطى عدد العمال الأجانب الذين يعملون من دون ترخيص حاجز 800,000 عامل أجنبي في العراق، دخلوا إلى البلد بطرق شتى، منها الرسمية ومنها غير الرسمية، ويمارسون العمل بشكل مخالف للقانون بمساعدة مافيات توفر لهم العمل في الشركات النفطية أو الأجنبية بشكل عام، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية نظير إيصالهم إلى مكان العمل، متخطين بذلك كل التدقيقات الأمنية وكل السيطرات الأمنية التي تنتشر بين المحافظات العراقية. نطرح مجموعة من الأسئلة اليوم مشاهدينا الكرام: ما أسباب السماح بتواجد العمالة الأجنبية في العراق ومن المستفيد من تواجدهم؟ وما دلالات معرفة وزارة العمل بعدد العمال المخالفين لكن لا يوجد منها أي تحرك لمحاربتهم واستبدالهم بشباب العراق العاطلين عن العمل؟ ولماذا لا تفعل الحكومة دور القطاع الخاص وتعيد إحياء المصانع العراقية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تخفيف نسب البطالة؟ هذه مجموعة من الأسئلة ننتظر منكم
الاتصال للمشاركة والإجابة عليها والتفاعل أيضا معنا بشأن أعداد العاطلين عن العمل، هذه النسب المرعبة التي كما قلنا هي ليست 16% أو 36%، هذه الأرقام التي قد يراها البعض قليلة، هي إذا عكسناها على التعداد السكاني نحن نتحدث عن ملايين ملايين من العاطلين عن العمل. طيب، ما هي الخطط التي تمتلكها هذه الحكومات؟ ما هي الخطط التي تمتلكها وزارة التخطيط؟ ما هو دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توفير فرص عمل، في حماية العامل العراقي، في محاربة من يعملون بطرق غير رسمية ويستولون على فرص العراقيين في العمل ويجنون هذه الأموال وهذه الرواتب التي تؤخذ على حساب أبناء البلد الذين يجلسون على الأرصفة؟ ألا تثبت هذه الأعداد الضخمة التي تقر في التقارير الدولية الفشل والإخفاق في إدارة هذه الدولة طيلة 20 سنة أو أكثر؟ مشاهدينا الكرام، كما عودنا حضراتكم ننزل إلى الشارع في كل أسبوع من برنامج منبر الرافدين، نلتقي بالمواطنين العراقيين، نسألهم عن مواضيعنا في حلقاتنا وسألناهم على موضوع هذا الأسبوع، وجئناكم ببعض الآراء من مواطنين عراقيين عن رأيهم بأزمة البطالة في العراق ومشكلة العمالة الأجنبية التي تواجه العامل العراقي. دعونا نستمع إلى بعض الآراء ثم نعود لنكمل الحديث. يعني هواي شركات، أفضل الشركات يعني تشغل عمال نفس ما تقول، يعني ما يشغلون أهل البصرة بس الأجانب. يعني ليش يشغلون الأجانب؟ خب أهل البصرة إيش بيهم؟ أولاد البصرة أهل الحياة، يعني أهل الحياة أهل الحياة، يعني هي أم الخير، هي أم كل شيء، يعني أم المظفر، يعني هي موفرة كل شيء. فيعني ليش يعني يشغلون أجانب؟ على سبب، والله أنا أشتغل شو اسمه بالتعليم عامل. ايه خدمات 300. ايه هذا يعني هذا شغلنا من الصبح لحد الساعة 3. راتب الأجنبي يطلع يعني بالما يغارب 400 وبال 500، يعني بهواي أكثر، أعلى من راتبنا بأكثر. فبهواي بعد هاي الأسباب، يعني غلط. احنا جاي نشوف هيك، لا والله قدمت على هواي شركات ما يقبلون. إيه إلا ولا جانب أو البنغلاديش ما يرضون. أزي الشيء جاي يشوف شو اسمه المعامل ما يرضون إلا بالبنغالي، يعني كان العراق إيش بيه؟ ببداية أنا أشتغل مستشفى صدر التعليمي، خدمات تنظيف الله وكيلك ننظف، يعني نشتغل مراقبين علينا، ويعني تنظيف على الغلط ما يقبلون، ونجي رأس شهر نستلم 300 ألف. كيف لك العباس؟ إحنا بس لك علينا والروحه ورجع علينا، هاي تطلع لك 150 ألف، تبقى 150، يعني تعيش لك عائله هاي 150 ألف؟ يعني يا اخوي ما تعيش. يجي الاجنبي الهندي باكستان هذول يسرحون ويروحون بخيرات العراق، يعني حتى الله ما يرضى. يعني هو بلدنا احنا، خصوصا احنا بالبصره اهل النفط الخيرات، يعني يجي هذا مستوطن يجي يقعد بوطنك وياكل ويشرب منك بخيراتنا، ما يعني ما ترهم السالفه. الله وكيلك يستلمون كله بالدولار ويلعبون لعب ويسرحون ويروحون هم واهل اهلهم، يعني شوي يعني ما اريدهم يدرون بالنا عليها. اكيد هناك استفحال كبير للعماله الاجنبيه على شركاتنا العراقيه بالتحديد النفطيه، مما يقلل فرص العمل لدى العماله العراقيه. ترى الخريجين من المهندسين وغيرهم يفترشون الشوارع بحثا عن فرص العمل، وهذا دليل على غياب الدور الحكومي في مراقبه تلك الشركات وفرض نسب العماله عليها التي تقدر باكثر من 50%. والعماله الاجنبيه تحصل على رواتب مغريه بالاف الدولارات، لكن المهندس العراقي والخريج العراقي وحتى اصحاب الشهادات الابتدائية وغيرها من العمالة العراقية لا تحظى بهذه الفرصة في مدينة تقبع على بئر من النفط، لكن أهلها لا يجنون إلا الأمراض السرطانية والتلوثات البيئية المنتشرة في عموم المحافظة. والله اليوم أنا يعني كمواطن وكشاب يعني أريد أضمن مستقبلي على هذا الوضع اللي هو بالآلاف من العمال الأجانب، يعني عايشين أنه بالعراق وبرواتب بالدولار مثلا 35 ورقة، اكو واحدة الشركات يجي على بس انه يتذوق الاكل، يعني ليش وانت العراقي مثلا تحسب له 500 ألف، يعني وما محصل هذا الشغل. فاحنا يعني مطالبتنا بالامن السياحي اللي هم مسؤولين عن العمال الاجانب، عن وزارة العمل والشؤون، انه تخفف هذه العمال الاجانب وتحاول انه طردها، يعني ما خلونا لا فرصة عمل ولا انه نفكر بمستقبل باكر عقبه بوظيفه انه على القطاع الخاص، لانه احنا ما شاء الله القطاع الحكومي مأيسين من يمه،
فبقى حتى القطاع الخاص اللي هسه هو استولوا عليه الشركات العمال الاجانب، يعني انه الراتب اللي ينطي للعامل الاجنبي يشغل له اربع خمس عمال من العراقيين. فاحنا ليش يعني انه مطالبتنا من وزاره العمل لازم تنظر بهذه القضيه بهذا الموضوع. استمعتم مشاهدينا الكرام الى حديث مجموعه من المواطنين العراقيين، صراحه امور محزنه ومؤلمه ان نستمع الى حديث شباب عراقيين يعني يتحدثون عن 300 ألف دينار عراقي رواتب، 300 ألف دينار عراقي في هذا البلد يعني 200 دولار تقريبا على سعر صرف السوق الموازي. شو تريد تسوي إلى أسرة مكونة من 4 أفراد؟ شو تدفع إيجار لو ثمن المولدة، لو ثمن قنينة الغاز، لو ثمن نفط التدفئة، لو ثمن الطعام والشراب، أو مثل ما سمعته ندفع بها نقل وندفع بها طعام وتخلص نصها، يخلص على وسائل نقل وعلى بدل طعام. طيب أني 150 ألف اللي بقت أو 200 ألف اللي بقت من الراتب شو تكفي؟ شو تكفي؟ يعني هذا ثمن شاب يدفع وقت من 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 حياته يوميا لا يقل عن 8 ساعات يخدم في محافظة من أغنى المحافظات العراقية حتى يطلع بأقل من 200 دولار بالشهر، 300 ألف دينار عراقي. خلونا مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم طبعا للإجابة على التساؤلات التي نطرحها، وأيضا لإبداء الرأي بشأن أزمة البطالة في العراق، كيف يمكن أن تعالج، ما هي الحلول التي يجب أن تتوفر في سبيل القضاء على أزمة البطالة، وأيضا شلون تتابعون دور وأداء الحكومات المتعاقبة وتحديدا حكومة محمد الشيع السوداني اللي يسميها البعض حكومة الخدمات، كيف ترون تعاملها وتعاطيها مع ملف البطالة وهذه الأزمة المتفاقمة والمستفحلة، وهذا الوزير اللي هو تابع للإطار التنسيقي أحمد الأسدي شلون تشوفون دوره بالتعامل مع ملف العمالة الأجنبية وكذلك الأيدي العاملة العراقية العاطلة عن العمل. خلونا نسمع رأي السيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود حياك الله. السيد محمود من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ حياك الله سيد محمود، كل الهلا. احنا التجارة مين لنا أستاذ؟ التجارة لأمريكا والإيران للأردن لتركيا، العراقي كفي لك الله احز العراقي احسبك الناس. بس يكون شنو الشوارع؟ أنتم 200 300 ألف دينار. ماكو اكثر. اي تجاره من الجربه بس الحزاب. بس الحزاب التجاره كل من حط حزب 200 300 واحد جوابته ويشتغلون بالتجاره واحنا نجي بس كناسين. والله كفيلك الله هاني من مواليد 59 فلاحت مكر على 10 ليله. نعم. الله محمد وعلي. 4 مرات اقدم على الرعايه ما يطلع اسمي. الحمد واسطة وفلوس يدفع. ومنكوب العراق انا اقول لك منكوب 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 كلهم جاب له المزابل تشتغل بالمزابل وتقول شو الشوارع عندهم هال 200 والما عنده شيء حاطينه على خده والله كريم. شكرا جزيلا سيد محمود من الموصل، انا اشكر حضرتك وصلت الفكرة. ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي حياك الله. السلام عليكم. سيد وعليكم سيد السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة الاستعداء يعني الاجور المتدنيه سواء للخريجين او لحتى اللي الرعايه ما تسمى بالرعايه الاجتماعيه، طبعا هذا استعداء ممنهج للشباب العراقي. نعم. اولا يعني تخيل خريج يتخرج وياخذ بكالوريوس وما يلقى شغل. او يلقى شغل مثل ما ذكرت 200 او 300 الف اساسا ما تكفي حتى ايجار. نعم. على مستوى المعيشه اليوم. نعم. هذا الشيء راح يسوي الاخوان او الابناء راح يدرسون، وهذا استهداف ومنهج لجيل العراق اليوم اللي تقريبا يعني مثل ما يقول السودان يقول احنا عندنا ثروه، عندنا 60% من الشعب هم من الشباب. يعني هيك انت تعامل الشباب؟ طيب شباب تبني عندك الشباب عاطل وما يلقى عمل ويروح للرعايه الاجتماعيه بالغصب، من تجيب العماله الوافده يعني اول مره عن يعني باقتصاد العالم انه بلد يعاني من عماله يستورد يعاني من بطاله العفو يستورد عماله. نعم. يعني هذا ما تدخل للمنطق.
ما تدخل للمنطق. زين اليوم وزير التخطيط يقول عندنا اكثر من 10 ملايين شخص تحت حق يعني تحت خط الفقر، يعني 25% من الشعب العراقي. زين انت كوزير، انت كوزير شؤون اجتماعيه وعمل، انت كوزير تخطيط، انت كرئيس حكومه، يعني تسمي نفسك رئيس حكومه وانت اساسا تشتغل اليوم كمدير بلديه يبلط شوارع ويبني لك سور، بس هذه غيرها، غير عندك خطه تعرضها للشعب تقول انا هذه الخطه راح تقلل من البطاله وتشجع العمل، تفتح مصانع، تفتح طيب معاني. يعني اريد بس اوقف عند بعض النقاط سيد ابو علي. يعني اولا طبعا. لما يتم الاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية بالعادة تكون هي المفروض تكون بديل أفضل من ناحية الجهد المبذول ومن ناحية التكلفة الأقل. إحنا اليوم ده نشوف في الشركات النفطية، في الشركات الأجنبية العاملة في العراق اللي تعمل في وسط وجنوب البلد، العامل الأجنبي يتقاضى أكثر من العامل العراقي. طيب أنت بهاي الحالة ده تستنزف أكثر بالصرف، ده تكلف الدولة إذا كانت الدولة مساهمة بهذه الشركات اللي هي النفطية، أو إذا كانت شركات أجنبية ليش ما تفرض عليها القانون اللي يحمل يد العامل العراقي مثل كل البلدان المحيطة بينا؟ إذا تشغل أجنبي واحد لازم تشغل قدامه 3 أو 5 من أبناء البلد. ليش طيب ما يطبقون هذا النظام وبالتالي يفرضون على كل الشركات أن توظف اليد العاملة العراقية؟ إلا لو رجعت دققت بالشركات المستوردة للعمالة تلاقيها أغلبية شركات تابعة للأحزاب، هي تستفاد. هم ليش يحون على بس الشركات النفطية؟ لأن الشركات النفطية بها إيراد قوي من الدولة، يعني من يحسب أساسا من ينحسب العامل على برميل النفط راح تقع، يعني الكلفة يعني إيراد النفط راح تقل، لأن يعني كل ما زودت المصاريف تقل الإيرادات. فهم هذه الشركات تستورد العامل تحسبه على الشركة النفطية مثلاً على سبيل المثال $2,000، فهو شنط العامل يتفق مع العامل، أنت تيجي تشتغل عندي $500، فهو $1,500 وين راح تروح؟ راح تروح للشركة اللي استوردت العمالة. زين ما يطبق القانون استيراد العمالة وتوظيف العمال الأجانب ما يطبق، ليش؟ لأن هذا راح يضر المصالح الأحزاب اللي من اليوم بدأت تشتغل على الانتخابات القادمة. إحنا أستاذ الكريم إحنا مصيبة حكومتنا اللي بالعراق كل ما تجي حكومة تبدأ تشتغل على الانتخابات الجاية وتأخذ إيرادات الدولة تصرفها على الانتخابات، والدليل أنه شخص مثلاً السوداني جاي يجهز نفس الانتخابات. زي هذه الأموال منين؟ إحنا ما عدنا قانون الأحزاب اللي حاسب على تمويل الأحزاب، لكن من يمولون؟ من الدولة. وين يروحون؟ يروحون على العامل العراقي والمواطن العراقي. صحيح. هذه السرقة الممنهجة من الحكومة ومن الأحزاب الحاكمة. يعني إحنا ابتلينا بهم، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل إنه يخلصنا من عندهم. شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط. نستمع لراي السيد ابو حارث من مدينه الموصل. تفضل يا ابو حارث، حياك الله. اول شيء حي من قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اول شيء نشكر قناتكم الموقره اللي هي المتنفس الوحيد اللي لنا ونعبر بها بكل رحاب صدر. الله يحفظكم، كل الهلا بكم، تفضل. والمحلي بالنسبه للان مواطن من اهل الموصل ابن عن جد. فعايش أو شوف أوضاع هاي المدينة. أنا مهندس زراعي ما متعين، 20 سنة دراسة ولا قدرت أزرع زجرة واحدة. ليش؟ ما مبرمجة التدمير المنهجي لهذا البلد. أقول لك شلون، بحيث أسلوب يعني واضح أمام العين. إحنا الموصل عندنا البطالة، شو نعالج البطالة؟ نلقي الإنسان، نلقي له شيء يشتغل به، صح ولا مو صحيح؟ معمل إذا ما يعني بس مجرد معالجة صبحية ما يصير. نعم. احنا الموصل عندنا معمل السكر هذا صار 15 20 سنه ما صلحوه، مهجور هذاك وخرابه. تجي معمل النسيج خرابه، تجي معمل الالبان متاخر وخرابه. ايش كل المعامل اللي بالموصل عندنا مدمره نهائيا. قل لي هسه اذا اتحدى اي واحد يقول لي فلان معمل عينت جوربه واحده معمل الجوارين، تمام، خلي احد هسه واحد يناقشني يقول لي ايه كلامك مو صحيح وفلان معمل عينت كله صفر. كل شيء صار كله ديكورات على رصيف وعلى اشجار غير مثمره يزرعونها، اشجار غير مثمره اكدها، يعني عشان قبل يمكن يزرع اشجار زيتون، اشجار يزرعون وتحتاج ماي وتحتاج استهلاك وما بي اي فائده. فكل الشيء كله ورقي وشكلي وما بي اي فائده للمواطن البسيط. هاي واحد تتوقع بس لحظه هنا نوقف نقطه حتى نسولف بها. تتوقع اللي تفضلت بيه يتم بآلية عبثية لو أمر مخطط إله ومدروس؟ مدروس مبرمج.
شو راح تنشط المخدرات؟ شو راح تصير السرقة؟ شو راح تصير التخلف؟ شلون أنا ما أقدر أدرس ابني؟ شلون راح تستورد المنتجات الغذائية اللي مصانعك ما تقدر تنتجها؟ إيه نعم ما كلها المنتجات الغذائية عم استوردها صحيح لقيتها في الأسواق عندنا إنتاج محلي إنتاج من الموصل كان قبل نعم. عندنا البنجر يجي ينزرع البنجر تجي على معمل السكر يتحول إلى سكر عندنا معمل الجواريب عندنا معمل حج هاشم أكبر معمل ينتهي مال الشماغات عندنا بالموصل الموصل مدينة صناعية راح أقول لك رقم راح أقول لك رقم 37 ألف مصنع ومعمل عراقي متوقف لأسباب كثيرة منها تخريب منها الفساد منها الإغلاق المتعمد حتى على قولة هذا الوزير الصناعة الأسبق يقول ممنوع تجينا مافيات تقولنا ممنوع نشغل هاي المصانع ممنوع هل نعم نعم تفضل أتكلم هسا تفاجأنا اليوم رح يحولون المدينة بس إلى كافيهات ومولات نعم صحيح اليوم تفاجأنا عندنا متنزه باب جديد متنزه صار له 70 سنه من الستينات هو متنزه نعم. كان مقبره وصار متنزه صار من الستينات لحد نعم. الان تفاجئنا اليوم هو كان محلات كنا مجدود قالوا اطلعوا يجي واحد مستثمر حوت كبير ياخذه ومنو ما نعرف نعم. اليوم تفاجئنا الشفرات تشتغل بها وتخرب بها سمعنا من الاهم من الناس من التداول انه هذا المتنزه راح يتحول الى اسواق زين تعال نجي نعم. المنطقة ما لنا باب جديد اللي هي أنا ساكن بيها ومحلي بيها مليانة أسواق أش تريد قشوة جيمر أش تريد الله يعجبك تلاقيه بالأسواق زين أنت اليوم هذه المنطقة المتنزه متنفس للعوائل الفقيرة مساحة البيوت عندنا بالمنطقة نعم. لا تتجاوز 45 متر 60 متر نعم. كله يعني ناس فقيرة يعني اعتبر هذا المتنزه هو المتنفس الوحيد للمنطقة الشعبية ما عندهم لا حدائق ولا عندهم كل البيت من البدن باب البيض طيب يعني منطقه شعبيه فهسه اليوم راح يحولوها الى مول الى ما ادري شنو سوق ليش يجي اخوت كبير على مود ياجر منها ويستفيد واليوم الناس صحيح. تدور على الاكسجين وقت كورونا والله العظيم والله العظيم احكي لكم فرد سابقا اللي كل الناس يسمعوها بها جت فائده الشجره انا جت فتره تمرضت بكورونا بدا اقعد جوا الشجره بهاي الحديقه اطيب اتحول نعم. مكان بعيد ترجع انا بس ما اريد نبتعد عن موضوع الحلقه الرئيسي اللي هو البطاله لا لا لا. بس لحظه بس دقيقه اسمح لي نعم. العماله الاجنبيه في العراق اليوم بحسب وزاره العمل تقول عددهم اكثر من مليون عامل اجنبي 160 الف واحد بس منهم مرخصين الباقيين ما عندهم ترخيص طيب اذا كانت وزاره العمل دقيقه بالارقام لهي الدرجه وقدرت تحسب عدد العاملين الاجانب المخالفين ليش ما اتخذت بهم اجراء ترحيل عقوبه دفع غرامه على العمل الغير رسمي وبعدين ارحله يعني ليش ما بدلتهم بالعامل الاجنبي بالعامل الوطني اذا كانت عندها القدره على الاحصاء ما عندها القدره على اتخاذ قرار ومنهج جاء هذا العامل معي يجي احتمال هم يجي وياه مخدرات شويه تجيبه ويبيعها هنا يعني نعم. اطلع سرديه مال اذا ما يجي شو نعم. هو الغريب عايجي ما عايجي وراء بلاوي وطعم بالتلفزيون يحمل الجنسية الأجنبية يحمل نعم. مخدرات يحمل ما يقولون هذا جايب صفة عامل هو حساب عامل هو حساب نعم. عامل طيب. بس هو أشك وراء بلاوي سودا صحيح أنا أشكرك أكتفي وياك بهذا القدر شكرا جزيلا سيد أبو حارث من الموصلة بارك الله بك شكرا الله يحفظك شكرا جزيلا للمشاركة خليه حتى نعطي فرصة أيضا لإخواننا المشاركين البقية ويانا محمد من بغداد تفضل يا محمد حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي بالنسبة للعمالة الأجنبية قاعد يشتغلون بجيس المسؤولين بجيس الضباط بجيس القادة نعم. الله وكيل يشتغلون بالدبليوتي بالدراجات بالمولات أبو المولدة حاط العرض على أني بالمولدة نعم يمعمل بالمخازن يستفيد العامل يضرم طماطة رحمة على والديك أنا محتاج عامل يطرم طماطة عامل يشيل ماسحة يمسح بتاجي يمسح جام طيب هذا راح يقودنا إلى نقطة نقاش اللي هي بعض أصحاب العمل في العراق أصحاب المحلات أو المطاعم أو غيرها يقول لك يا أخي العامل العراقي يتبطر العامل العراقي يعني يستقل الأجرة اللي دا ننطيها الهندي ممكن أو هذا الأفغاني أو الشيشاني أو الباكستاني ما أعرف ذولا مين يجيبوهم ذولا ممكن يرضون ب 300 ألف مثلا العامل العراقي في بغداد على سبيل المثال طبعا انه ما يرضى العامل العراقي بهذا الاجر العيب بالعامل العراقي لو العيب بابو العمل بصاحب العمل لا
الكويت. العامل العراقي من تنطيل فلوس يصرفها هنا هنا بالعراق ما يصرف بلده. العامل الاجنبي يحولها دي برا، يحول الامر صعبه للخارج. هذا قاعد يخرب بيت الدوله. نعم. يعني هذا شلون الارض تاكل المكان. نعم. نعم. يا اخي يصير يا اخي يصير يعني انت تروح لبستله تجي لك واحد بنجلاديشي، تروح للفندق، تروح للمخزن، تروح للمور، تروح للستل، تروح للجراج، وين ما تجيهم قدامك. زين. ثانيا انت تدريكي هم جيب مليون او اكثر. نعم. بس احسب لك اذا الصبح رغيف والظهر رغيف والليل رغيف يومين 9 ملايين رغيف خبز مع العلم هو متنقل. نعم. حمام حار ومنام وانترنت واكل وطعام وشراب وامانه صحيه. يا اخي لا يصير يا اخي احنا والقران والله العظيم انتهينا والله العظيم. ما هو هذا هو هذا اللي نرجع له بالطرح او بالنقاش. ابو المحل او ابو الكافيه او ابو المطعم او غيره من اصحاب الاعمال الصغيره اذا نجي نقارنها على مستوى الدوله او حتى بعض الشركات الاجنبيه، لما تشوف انه ماكو قانون صارم ملزم لهذه الشركات او لاصحاب العمل انهم لا انت تعين العامل العراقي، اذا تريد اجنبي تمام عين اجنبي، عين لي مقابله ثلاثه عراقيين. لو كانت اكو دوله تحمي العامل العراقي لما راينا هاي الاعداد الضخمه من الاجانب اللي يشتغلون بشكل غير قانوني. طيب شلون دخلوا الى العراق؟ طيب شلون سمحت لهم هاي الدوله انه يشتغلون؟ ليش ماكو محاربه، محاسبه، القاء قبض، ترحيل؟ ما عندنا هاي الامور. هم الوزارتين، وزاره الداخليه ووزاره العمل، هم هاي المسؤوليه مالتهم. نعم. انا احمل وزاره الزراعه، احمل وزاره شو اسمه الصناعه، لا وزاره الداخليه ووزاره العمل، هم هذول الوزارتين، هم المسؤولين عن هاي المأساة. نعم. والله العظيم. نعم. مأساة العمل في العراق. يا اخي انت جيب لي مهندس، جيب لي مطور، جيب لي خبير، جيب لي انسان ينمي عدل. وبعدين احنا اللي مشهودنا بتعمير البلاد، وحتى ارسلت خبراتنا على مدى السنين السابقه الى بلدان اخرى لاعانتهم، اليوم صار العامل العراقي ضعيف ما مرغوب به، هذا اللي كسر الحجر والصخر بيده، صار اليوم ما مرغوب به. جيب لي واحد خبير، جيب لي مطور، جيب لي مهندس، جيب لي واحد يعني واحد صدق هو يفيدني. نعم. وانت مو جايب لي عائله بطاله وكلهم مرضى معقدين فيهم مدري شنو، حتى اشهادهم مو قانونيه ويتعاطون فد ادويه وفد شغلات مدري شنو ما اعرف يعني شنو الارواح والله ما ادري. يا اخي انا بس اتعجب على شغله واحده، والله متغذلين في اماكن حساسه، وهاي رساله. نعم. رئاسه الوزراء ووزاره الداخليه ووزاره التعامل. نوع عليه والله العظيم بالقرآن يعني شوفنا هذا عدد اللي جيته أنا أقول لك 3 ملايين وأكثر. طيب والله 3 ملايين وأكثر. شكرا جزيلا سيد محمد من بغداد، أشكرك للمشاركة. بس خليني نأكد على بعض المعلومات التي وردت على لسان مصادر أمنية مشاهدينا الكرام في داخل العراق. المصادر الأمنية تقول بأن أغلبية العمالة الأجنبية التي تدخل إلى العراق هي تدخل بصورة غير قانونية عبر طريقين. الأول من المنافذ الجنوبية الحدودية مع إيران اللي ما طبنا منها إلا البلاوي، وذول اللي بالعراق يقولون عليها الجارة. والثاني من خلال الحدود الشمالية مع إيران أيضا عن طريق محافظة السليمانية، وتعرفون أنتم طبعا قصة السليمانية والميول الإيراني وغيرها من هاي الأمور. طبعا المصادر أيضا تؤكد بأن استغلال العمالة الآسيوية أو يتم استغلال العمالة الآسيوية لوقت الزيارات الدينية التي يتدفق خلالها الإيرانيون عن طريق هاي الزيارات الدينية اللي دي يدخلون ذول الإيرانيين. وتتذكرون اللقطات اللي تبين شلون دي يقتحمون المنافذ الحدودية والبوابات وسط وجود القوات الأمنية اللي تشاهد فقط ولا تحرك ساكن. تدخل في تلك الأوقات في تلك الزيارات وتلك المناسبات الدينية هاي الوفود الضخمة التي تأتي من إيران، تأتي معها العمالة الأجنبية الغير قانونية أو غير القانونية، تأتي لتدخل إلى سوق العمل مستغلة هذه الأوقات من السنة، مستغلة هذه المناسبات الدينية من أجل، وطبعا ما عندنا حدود وما عندنا سيطرة وما عندنا رقابة والأمور فالتون مثل ما يقولون، فتدخل هذه العناصر لتدخل إلى سوق العمل العراقي. طبعا المشكلة لا تقتصر فقط على مجرد دخولهم وعملهم داخل العراق، أيضا بحسب المصادر بأن هناك آلاف من العمال الآسيويين تحديدا في العراق بلا إقامة، وتقوم الجهات التي تستغلهم للعمالة بإخفائهم ومنعهم من التحرك بحرية كاملة.
في مناطق العمل، وبالتالي فإن احتمالات أن يتم استغلالهم في أعمال لصالح تجار المخدرات أو عصابات الجريمة المنظمة هو أمر وارد، لأن هي هذه الجهات التي تشرف على تأمينهم وتحركاتهم، وبالتالي هي التي توجههم أيضا. هو بلا أوراق قانونية، فيعني لا يستبعد في بلد فاسد ينخره الفساد وتنخره عصابات الجريمة كالعراق أن يتم استغلال هذه الأيدي العاملة الأجنبية في سبيل ليس فقط العمل وإنما حتى في الجرائم عن طريق تجارة المخدرات، توزيع وبيع وترويج وإنتاج وغيرها، وعن طريق أيضا عصابات الجريمة الأخرى. نستمع لرأي السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، مثل ما تفضلت، دمار العراق كل من وراء هذه تجارة السوء إيران. نعم. ويا الميليشيات والعصابات، العملاء الخونة التابعين لإيران بما يسمى الحكومة. نعم. زين، وزارة العمل ما جاي تدقق، يعني مثل ما تفضلت هاي الشركات محتاجة عمال. نعم. زين، أنت محتاج كم عامل؟ ثلاثة مقابل واحد، ثلاثة عراقي مقابل واحد أجنبي. صحيح. ذاك اليوم وزارة النفط أستاذ محمد خلي يتبع الشعب العراقي، راحوا جابوا عمال من الصين. صحيح. من الصين، ودولة شنو دولة؟ دولة كلهم راحوا جابوهم من السجون، كلهم مؤبد. نعم. واللي عليه 15 سنة سجن، شغلوهم بالمصافي النفط. هاي ما صايرة بكل العالم إلا. صحيح. في دولة الحسين ودولة المهدي بالعراق، هاي ما صايرة بكل العالم. أنت تروح تجيب سجناء مؤبدين، أو عليهم إعدام. نعم. وتجيبهم تشغلهم ماكو شيء، ماكو شيء عمي. هذول متآمرين على الشعب العراقي، هاي الميليشيات والعصابات التابعين لإيران. فضل 21 سنة، اليوم دخلنا 21 سنة بالضبط، ماذا قدمتم للعراق يا ميليشيات إيران؟ صفر، طب صفر، تعليم صفر، زراعة صفر، صناعة صفر، كهرباء ما عندنا، مطرز غيره تغرق العراق كله. يعني أنا أريد أسأل سيد أبو علي، قبل 2003 كانت الصناعة العراقية والمصانع العراقية تساهم بإنتاج أو بالناتج المحلي أو القومي بأكثر من 23%. اليوم إحنا اعتمادنا تقريبا بأكثر من 95% على النفط وارد لتغذية خزينة الدولة، الخمسة البقية اللي هي المنافذ الحدودية، لكن إحنا ما عندنا إنتاج حقيقي، ما عندنا مصانع. أكثر من 37,000 مصنع ومعمل عراقي بإمكانها تشغل ملايين العراقيين مغلقة. طيب يعني ذولا 21 سنة مثل ما تفضلت يتكلمون عن إنجازات قبيل كل انتخابات، يتكلمون عن ما حققوه في فتراتهم، في فترات حكمهم. أريد أفتهم ليش المصانع مغلقة، ليش المصانع مغلقة اللي بإمكانها أن تحل جزء كبير من أزمة البطالة؟ أستاذ محمد، ذولا متآمرين على الشعب العراقي عمي، ذولا متآمرين على العراق عمي. 1200 معمل كله حرقوا، ذولا حرقوا المعامل، الصدور حتى مستشفى إذا كاملة ما راح يفتحوها. نعم. يقول لك هذا العراقي يروح لإيران، بعدين العمالة مو بس دول الآسيويين، العجم المدود جيجون للعراق سنة واحدة عمي، سنة واحدة يجنسوه. هذا الإيراني يجي للعراق يفعل ما يفعل ويجي بدون فيزا ويجي يكفر الباب والدور يجنسوه بسنة واحدة. سنة واحدة يجنسون هذا العجم المجوسي. أنت يا عراقي روح لإيران، شوف إيران تحترمك والله. طيب. العظيم حتى السامع الحذاء ما تشتري. تمام، وهذا الشيء طبعا ما احترمنا أيضا لجميع العراقيين، لكن هذا الشيء شفناه وتم توثيقه مثل ما تفضلت في مقاطع تم تداولها، وأنا ما أعرف الناس ليش بعدها البعض يدافعون عن إيران. فعلا المواطن العراقي عندما يذهب إلى إيران يذل ويهان بشتى الوسائل منذ أول لحظة تخطو به قدمه أرض الحدود الإيرانية وصولا إلى المعاناة التي تواجهه خلال فترة تواجده في إيران. بس أنا أريد أسأل بعيدا عن هذا الجانب سيد أبو علي، إحنا شخصنا المشكلة والمشكلة أصلا مشخصة دوليا. طيب يعني اليوم ما هي الحلول برأيك اللي يجب توفرها في سبيل الحد من تفاقم أزمة البطالة؟ يعني إحنا بحسب تقارير دولية أكو 700,000 شاب عراقي سنويا يكونون مستعدين للدخول إلى سوق العمل، لكن يصطدمون بقلة فرص العمل. طيب شنو الحلول برأيك؟ ماكو حل أستاذ محمد، ماكو حل. إحنا بعد 100 سنة
هم نحكي بهذا الموضوع. هل واحد ثورة عارمة من الشمال للجنوب من الشرق العراق لغرب العراق وثورة هم مسلحة مو ثورة هالشكل يعني كفاح مسلح ولا دولة ما يطلعون عمي تدري اكو مطاعم او اكو محلات بايران كاتبين على المطعم باب المطعم ممنوع دخول العراقي تدري لو ما تدري والله جتنا هيك معلومه اخي تقول لي حل ماكو حل مو ثوره عازمه وتطلعهم دولة بالسلاح عمي دولة دخلوا بالسلاح ما يطلعون الا بالسلاح طيب. والا دولة يحكمونا بعد مئات السنين شكرا جزيلا سيد ابو علي اشكرك للمشاركه طبعا مثل ما سمعنا مشاهدينا الكرام وهي تبقى وجهات نظر تحترم طالما يطرحها صاحبها بأدب وبدون تجاوزات ولكل رأيه طبعا بالنهاية يرى البعض بأنه الحل لا يجب أن يكون بطريقة سلمية بينما يتوجه بعض آخر إلى أنه لا يعني الدم ليس هو اللغة التي يجب أن تتبع في حل المشاكل في داخل العراق بالنهاية النقاش يجب أن نخرج منه بنتيجة ألا وهو الحل الحل بالنسبة لهذه الأزمة حالها كحال كثير من الأزمات التي يعاني منها العراق خلونا نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل ونعود لنستمع إلى آراء مواطنين عراقيين آخرين من داخل العراق تفضل سيد عبد الرزاق حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد كوبير شاعر شاعر عراقي يقول شفت وما شفت شفت العجب نعم شفت ناعور عكس الماء يفتر مع الأسف وضعنا هو اليوم ناعور عكس الماء يفتر نعم يقول ما يحل على البيت يحرم على الجامع نعم يعني يمتمى البيت يكتفي وحاجة أهل البيت يعني متوفرة ذيك الساعة الزايد عندي أوفر أنطيل الجامع تمام احنا مو ضد العماله الاجنبيه او اي واحد يريد يرتزق او يعيش احنا مو ضد هذا لكنه يبتمى العراقيين لقولهم فرصه عمل ما اشوف من اطلع للشارع ما اشوف فقير ما اشوف مجاديه يا اخ والله يا استاذ محمد يعني مرات اطلع للسوق او اروح المستشفى اشوف هذا الشاب العراقي يا اما يشتغل منظف وهو يعني انت تعتمد على الشباب على المواطن العراقي بشباب يعني قوه الطاقه مالته هذه الفتره زين انت لما هذه الطاقه ما تستثمرها ما تستغلها وتشغلها بشغلات يعني صراحه ما تليق بعمره يعني شاب عراقي تخليه منظف بالشارع او زبار يعني وتشوف هذا الاجنبي هو اللي يعني متسيد يعني متوفرة فرصة العمل يا أخي المفروض أكو هناك متابعة من قبل الجهات الأمنية من قبل الجهات السياسية يعني اليوم إحنا البطالة عندنا بالعراق بس دقيقة متابعة شنو بالضبط دخول الوافدين دول يعني اليوم إذا أنت تريد اليوم إذا تريد تطلع من بغداد تروح إلى أي محافظة ثانية ما راح تواجهك سيطرة أمنية أبو سيد عبد الرزاق شوف أنت ذكرتها سيد محمد قبل فترة ما أدري سمعت بيها أو شفتها يعني واحد عامل أسوي أعتقد جاء من بغداد الجديدة رايح للعربية وتهجم على جهة أمنية يعني الجهة الأمنية جاي تفطر وضربه بالمسدس مالته زين هذا كم سيطرة طلع من عتها كم سيطرة مر عليها وين هاي السيطرات اللي تتابع زين هذا من احنا مال الوجه مالته معروف يعني هاي اللي من بغداد الجديده للعربيه يعني هاي السيطرات ما شافوا هذا الشكل هذا مو عراقي مو كل يعني هسه بغض النظر شافوه سيد عبد الرزاق بغض النظر هو كان عراقي او لا احنا عندنا المواطنين ما شاء الله يوقفون ساعات بالسيطرات حتى يدخلون محافظه بلدهم تمام والاجنبي 800 الف واحد دخلوا بكل بساطه دخلوا الى العراق ويشتغلون ليش ما دا يصير اكو تدقيق بهاي السيطرات؟ لعد شنو دورها اذا كانت مدى تقدر تفلتر ومدى تقدر توقف على كل مواطن يعبر منها بعد ما تدقق الهويات؟ لعد هم ليش دا يخلون الناس ينتظرون لساعات طويله؟ ليش دا نشوف هذا التكدس على مداخل بغداد للسيارات اللي تريد تدخل او اللي تريد تطلع؟ اذا هم شنو دورهم لعد اذا الاجانب دا يدخلون ما شاء الله الى العراق بأوراق مزورة أو بأوراق حتى لو رسمية لكن هي فيزا لا تصلح للعمل ولا تسمح لصاحبها بالعمل
ومع هذا نشوفهم يشتغلون ويأخذون بالدولار ويأخذون أكثر من المواطن العراقي. ماكو شيء بالعالم. شوف أستاذ محمد، أي بلد بالعالم أدى المواطن مالته هو إلى صاحب الأولوية، يعني إلا بهذا البلد الغريب هو إلى الأولوية وإلى نعم. الأفضلية. يعني ذولا إحنا هاي العمالة الأجنبية اللي جاية تدخل العراق يا أستاذ محمد، هاي ترى حتى خطر على السلم والأمن المجتمعي. صحيح. صحيح صحيح. يعني تتعرف هذا جاك هو مخابرات، يعني مثل ما قال السياسة الله يذكره بالخير مثال علوسي يقول مخابرات دول. هاي هاي بسيطة، هاي ما المخابرات بسيطة، احنا أصلا دولة مخترقة، لكن احنا نتكلم تجار مخدرات، تجار أعضاء بشرية، تجار سلاح، يعني هواي من الأمور. يعني احنا اليوم المفروض هذا العمالة الأجنبية مو وقتها، بس اكو سماسرة يا أستاذ محمد نعم. وتجار وحتى من الأجهزة الأمنية هم جاي تجرب هاي الأمور نعم. أنا أشكرك سيد عبد الرزاق، أكتفي وحضرتك بهذا القدر. نأخذ سريعا عباس من كربلاء وبعدين نروح نشوف الآراء. تفضل يا عباس، حياك الله. السيد عباس من كربلاء، تسمعني أستاذ محمد؟ نعم. أسمعك، حياك الله عباس. كل الهلا أستاذ محمد. نعم. القصة وما فيها بعد التغيير اللي 2003 نعم. الشعب كان سابقا متضجر من النظام السابق، فراد الخلاص بأي طريقة كانت. تمام. إجت القوات الأمريكية خلصت العراق، إجوا ناس، الناس بسبب تدشيل المجتمع من قبل النظام السابق، عدم انفتاحه على المجتمعات الأخرى ومنع من الفضائيات اللي كانت موجودة، فانغشينا بهم. الآن من يحكم العراق هم موظفين عند دول أخرى ينفذون الأجندات مالتهم. يعني يا دول، ومن هم الموظفين بالضبط تقصد؟ يعني ها اللي كان فيه السلطة. نعم. موظفين عدما، لأنه تقريبا اللي لازمين السلطة هم الإطار التنسيقي. سيد عباس، مو بس إطار التنسيقي استاذ، خلينا نكون واضحين، بس اسمح لي دقيقة، خلينا نكون واضحين وصريحين. اللي لازمين الحكم بالعراق اللي لهم الأمر والنهي هم الإطار التنسيقي. أي. تمام. أي وياك اللي يعني. اللي اسمهم سنة العملية السياسية. بس اسمح لي دقيقة، خلي حتى أخاف يعني أكل بعض صراحة مخدوعين، أو الترويج اللي يروجه إعلام الإطار التنسيقي أوهم الناس. الإطار التنسيقي المحور الإيراني هو المحور الحاكم الحقيقي في العراق المؤثر. سنة العملية السياسية ذولا شكليين، ذولا أصلا مطلوب أنه يظلون موجودين ضمن العملية السياسية، لأنه هاي هي حتى تكتمل الصورة. والأكراد كذلك لهم حصتهم وقاعدين في محافظاتهم منعزلين، لكن من الذي يحكم العراق؟ الإطار التنسيقي. الإطار رحم الله امك وابوك، هذا اللي احكي انا صحيح. نعم. المشكله شنو هي؟ المشكله الجمهور السني والجمهور الشيعي بقى مخدوع بسياسينا. نعم. جهلوه زين. نجي المجتمع مالتنا ما يحب التنوير. ما يحب التنوير. من واحد مثلا يحاكي يفهمه عنده يصعد الجانب الديني. على قولة الدكتور علي الوردي الله يرحمه، يقول عندما تقدر الذنوب عند المجتمع شو يصير الاتجاه؟ يصير الاتجاهات نحو الحسينيات طيب المفروض على فكرة معجينية. على فكرة المفروض هذه الجهات تكون جهات توعوية. أي. يعني احنا من دي يصير التوجه صوب هاي الحسينيات مثل ما تفضلت، المفروض تكون توعوية. أي. المفروض الدين، يعني الدين يأمر بمحاربة الفساد والظلم، الدين يأمر بالجهاد ضد الفاسدين والظلمة، المفروض هاي تكون منابر للتوعية. بس دقيقة، راح أعطيك فضل. من صارت الثورة مال تشرين نعم، طلعوا بها الشباب أكثر شيء، طلعوا بها الشباب الجنوب والوسط صالوا خطأ. نعم صحيح. ها ما شاهدنا الموجودين، يعني أنا عذر على المقولة أنا ضد هذا اللفظ، من اخواننا السنه بان دعموها. والله احنا ها اللي وقعنا سابقا وما نريد نطيح نفس السالفه وخافها من هي يجرونا. طبعا هذا الكلام يعني هذا الكلام مو دقيق كلش، لان راح بس ارد عليك بشغله، بس تفضل كمل. لا اسمع، شنو المشكلات؟ شعارهم سابقا فرق تسد، سووا التفرقه بين السنه وبين الشيعه. طبعا. خلوا عدم الثقه، هم دائما جيش ما ضد التجديد الالزامي.
من ما ها لا التجديد الالزامي، التجديد الالزامي شي خلينا يخلينا متقاربين. انا اعرف انا اعرف ابو الرمادي واعرف ابو الموصل وابو الموصل يعرف ابو البصره. طبعا انا اكتف وياك لغايه هنا سيد عباس، رغم ان احنا شوي ابتعدنا عن الموضوع الرئيسي، بس راح ارد سريعا على اللي صار بتشرين، لانه ايضا اكو يعني لبس بالموضوع بشكل الى حد ما كبير. اولا السنه في المحافظات كمجتمع ساهموا بقدر المستطاع بدعم ثورة تشرين، وشفنا بلحظة انطلاقة ثورة تشرين أو التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات قدمت قوافل دعم إغاثة غذاء ويعني لباس وغيرها، قدمت من الفلوجة كانت من أول المدن، بقية المناطق المدن السنية ضمن المحافظات وصلت إلى بغداد وبقية المحافظات كمؤازرة ودعم. ليش ما طلعوا الناس والظاهروا؟ كانت على على يعني على أعداد بسيطة محدودة، لأن هذه المحافظات بطش بها، وكان في تلك اللحظات شماعة داعش موجودة والحكومة فاقدة للسيطرة، بل هي أصلا معطية تعليمات للقضاء على من تبقى من رجال وشباب السنة في المحافظات الغربية المنتفضة. طبعا صارت وتعرفون الجميع يعرفون الاعتقالات العشوائية، التغييب القسري، الإعدامات الميدانية، كلها كانت موجودة. إش قد ما كان السلاح استخدم ضد المتظاهرين في تشرين كان يستخدم بشكل أشد وأقسى على من هم في بقية المحافظات. بس حتى لا نطول راح ناخذ الآراء سريعا ونختم الحلقة إن شاء الله. فنسمع الآراء من عراقيين. هواي يعني عندنا احنا مثل من شبابنا وولدنا واخوتنا، يعني هواي عندنا كلش يعني واصلين الى مرحله عندنا هواي من شبابنا يعني قاعدين، يعني جزء يطلع او بيهم يطلع المسطر او شغلات حره، يعني ما يتجاوز يوم يتغير 25 ووقت العمل يعني كلش هواي. يعني احنا نطالب هواي من عندنا شبابنا يعني قاعدين، مو كان مو هالشركات الاجنبيه عندنا شبابنا، واحنا شركه هم يسوون شركه ويسرون بالشركه، مو كان مو هالشركات الاجنبيه هواي عندنا شباب متاذيه، هواي يعطونهم مبالغ يعني مبالغ يعني مبالغ بيها، يعني مبالغ 35 ورقة وإحنا عندنا هنا يعطون 300,000 مبالغ بيها، 300,000 وهم أوقات عمل هواي، هسه 300,000 وهم ماكو، يعني أغلب الشركات جاي يجيبون موظفين أجنبيين، يعني هاي جاي نعاني منها كلش، يعني كلش هواي ماكو أي دور مال رقابة ماكو، هاي يعني كلش جاي هواي بعض الشباب جاي يعانون بيها، يعني جاي نعاني بيها تحاربوا والشباب هواي، يعني هسه ما عنده شهادة والما عنده تعيين، هي تعيين ماكو، اللي ما عنده شهاده يظل حاير عامل، الا شركات كلها شركات اجنبيه، يعني الشباب انه يقول مثل ما نقول لهم الله. مشاهدينا بهذا اصل معكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعه والى اللقاء.